عبد اللي شويتايم، وكما تعرفوا عبد اللي شويتايم بخلاف الجو واجتياح والغناء ولا الانترفيو والضحك، نحبوكم تربحوا، واقل حاجه اقل حاجه في عبد اللي شويتايم تربح كرهبه كما شفتوا العباد هنا يجيو يربحوا كرهبه توت اوبسيون. تحب تربح كرهبه كما شفتوا العباد اللي ربحوا كرهبه في عبد اللي شويتايم، مش اول كرهبه تخرج ومازالوا برشا كرهبه باش يخرجوا، تبعث حرف ا على 85 899. توا نخليكم مع اديب في سكتش على السبور. اوه اسمع، انا انسان مغروم برشا بالسبور، نعشق حاجه اسمها سبور، اما ديما نقعد نتفكر اول نهار قررت فيه باش نترينا وبديت نلوج على الساله. الساعه وين نلوج اكتشفت اللي فما زوز انواع نتاع صالات، فما الصاله نتاع الناس اللي لاباس عليهم والصاله نتاع الزواوله. الصاله نتاع الناس اللي لاباس عليهم العباد ما يعرقوش فيها، حتى البنات راهي تخرج من الصاله تقول كانت عند الحجامه، شعرها مجبود وماكيجه الطفله. والولاد حتى كان يعرقوا يحشموا، شو يعمل السيد بعد ما يعرق؟ يمسح بلاصته ويبدا يتلفتك وحاشم، تو انت جايب باش تترينا، علاش حاشم بالعرق نتاعك؟ وباش تقيد في الصاله هذه يلزمك مليون و300 في الشهر، 700,000 دبش، و500,000 حكه بروتين. يعني انا باش نقيد في الصاله هذه يلزمني نسافر للخليج 5 سنين نكون روحي ونرجع باش نجم نترينا في الصاله هذه. قطعت غالي علي يا خويا، نعطوني على صاله ب 10,000 فرنك، صاله تعليب وقذف. الصاله هذه الساعة دوب ما دخلت نلقى السيد مولا الصاله ركز شيشه في الريسبسيون، دخلت بابا ضربني العبق. العبق هذايا اللي هو ميلونج بين ريحه العرق وريحه السقين وريحه الذبابط. هبلت في راسي، قطعت نجري. باش ما نكذبش على الناس، لقيت صاله باهيه متوسطه وصومها معقول. قيدت اول حاجه ولا اكزرسيس عملته صحيح. فمك البنك بتاع البواترين هذاك اللي يعرفوا، فما البنك البواترين اللي نورمالمون تتك عليه هذاك وتخدم، انا اش نعمل؟ نعملك فما ماكينه اخرى، فما ماكينه اخرى هذه نورمالمون تقعد هكا وتترينا هكا تجبد، انا اش نعمل؟ طلعت فوقها من فوق ونعمل هكا. اخر حاجه عملتها مشيت لك الديسكويت تاع 2.5 كيلو، مصور عليهم 2.5، مش يبالي بيسات جدد تاع 2500، لم فيهم في الساك ومقطع بيهم. جاني مولا صاله يجري قال لي دي باش تعمل يا اخي؟ قلت له اسمع برجوليا وخيك، راني اول مره وماني فاهم منها حتى شيء، وريني. قال لي قول من الاول، اجي نهزك للكتش. هزني للكتش. الكتش هذايا عباره على حريم السلطان خويا، السيد دايرين بيه 42 طفله وهو في وسطهم. الساعه شافني طفل قلق. تحب تترينا؟ هي نحب نترينا. باهي اسمعني، براك الماكينه ذيك ترين عليها شوي، وذيك تعرف شي حاجه برا للوتا يوريوك. وي مرام تخي بيان الفا، صحيت اماني تخي تخي بيان. من بعد فهمت علاش الكوتش مهبول بالبنات، على خاطر ديجا البنات اللي كانوا يحبوا يعرسوا ذوكم وكانوا يمشوا في الصيف لصاله الافراح مع اماتهم ويعملوا دبشهم الكل، ولت موضه جديده توا. شو ولاو يعملوا؟ رسمي لها سيرفيتمون انسكريبسيون في الساله وسيري سكوات. تكمل السيري يا كوتش صحيحه هكا باللي نجي كوتش ريكتو سيله باز. يعني من نهارها الاول هي خويا تروح ب 20 نمره بتاع تليفون وخمسه فيسبوكات وانستغرام وتويتر وفايبر، وتروح بالكوتش بيدو ساعات. تروح بالكوتش بيدو ساعات. حطيت في قلبي خويا وتنيت 3 شهور، بديت تطلع لي يعني بوادر نتاع ميوسكل، وعود نتاع ميوسكل ويت. مرضت، هبلت، وسوست، ولت نهار كامل نمس في روحي. هذيا زادت شوي، هذه نقصت، ما 3 نتاع الليل نعمل في البومبا، وليت نهار كامل انا كابس روحي تقول ضربني الضو. وفوق هذيا خويا شو وليت نعمل؟ نتلكش على عباد، ومش على اي عباد، نتلكش على البورتيات اللي هما الناس العاديين اللي بمخاخه ما يتلكشوش عليهم. انا اش نمشي البورتي نعمل اوكي. سلام خويا نحب ندخل. هي كوب الاكزيجي، هي هاني انا كوب الاوروزمون ما ندخلش. برسمك انت فرخ قبيح، انا قبيح يا ولدي، راني نترينا مسكولاسيون في صاله تعليب وقلفة، وانا نترينا راق الشرقي عند الفا. واعطاني خويا يعني من بعد البنيه هذيك الحقه بطلت المسكولاسيون وليت نترينا راق الشرقي عند الفا. يلا بابا اعطيني.
يس. وتوا عندي لكم مفاجأة، عندي لكم بالنسبة لي أنا أن كود كوغ، هو وليد صغير عمره 10 سنين يقرأ سنة رابعة ابتدائي، وهو أو ميم طون رابور، وعنده كليبات وعنده 3 كليبات، وآخر كليب كسر الدنيا. نستقبلوا مع بعضنا جوزيف يوسف البجاوي. فل صغيرة مقالوا عليا ايه في الخاصة بياسي خطة فايستنوا فيا ايه نعمل اللي في راسي طموحي نطلع للوسي ونروح من غادي ونسكر عليكم بيبي بلي مخك فاشل هز الريح وتقارن في روحك بيا اعمل فازك لمي صحيح وكتويتي نوريك ثنية وعديني قادر برو تحاول كرافك تطعين فايتي لما تففكاري خوك كل حد ومشكلته تطمنى اخرايتي من غير ما تعبيلي راسي تفول صغيرة مقالوا عليا ايه في الخاصة بياسي خطة فايستنوا فيا ايه نعمل اللي في راسي طموحي نطلع للوسي ونروح من غادي ونسكر عليكم بيبي بلي بنينا قرطاسة وتيتر ينجح عالفازة فتش الفوت وما فتش الفوت وما فتش الفوت ما فتش الفوت للحاصل بخط باش يتحسن الصوت ما فتش الفوت وما فتش الفوت وما فتش الفوت ما فتش الفوت للحاصل بخط باش يتحسن الصوت الراسة معبي المغفرة خديك حكاية مش عادية شيت الرابي من البارح جمهوري صباح يستنى فيا حرقة دار ومش مالح سيبا فاسي الحالة عادية فاسي الحالة عادية من غير ما تعبيلي راسي تفول صغيرة مقالوا عليا ايه في الخاصة بياسي خطة فايستنوا فيا ايه نعمل اللي في راسي طموحي نطلع للوسي ونروح من غادي ونسكر عليكم بيبي بلي وليا جوزيف معلم مش خاطر وليد صغير قاعد يتفرج في رابور انا اللي قاعدين يتفرجوا اليوم ما قلاني يتفرج في وليد صغير اللي يتفرج انا نتفرج في انفري رابور قدامي بصراحه والله لوك ولغه ودنيا و... وكل شيء ادام نص تبارك الله عليك خمسة وخميس عليك اعطيني الميكرو خاطر عندك ميكرو غادي هكا يسمعوا فيك يوسف البجاوي 10 سنين تقرا في السنة الرابعة وقتاش تغربت بالراب؟ ملي عمري 4 سنين وانا نغني ونغني ونعملهم الكل وكي وصلت خويا شلق بيا لي انا الرابي كاو بدا هزني للاستديو نسيت سجلت قل لي وينكم وسجلت طفل صغير هذا اول غنية قداش عمرك سجلتها؟ اول غنية عمري 9 سنين 9 سنين اول كليب تحكي ولا اول غنية اول كليب به مغروم بالراب ملي عمرك 3 شهور ظهر لي ولا حاجه ها
على الشمس. عبد الرحمن نحكي مع الافير قول له مغروم بالراب يقول لي 10 سنة وقت عمري درجة وهذا وقتاش عمرك؟ هاني قبل ما تولد بعامين مغروم انت يا باهي. هبطت 3 كليبات في 3 شهور معناها حتى رابرات صحاح ما يهبطوش في 3 شهور 3 كليبات. اي انا نعبد بعد شهر على خاطر تضرب هذيك الغنيه في صافيس وضربت وضربت. حس روحك توا عندك جمهور والناس تتبع فيك. انا بيرسونيل هو الجمهور. انا من جمهورك انا نتبع فيك. انا بارتاجيت الكليب نتاعك ديجا وتفرجت فيه. في بالك قالوا في بالي شفت على الفيس جوني باهي جونا باهي انا وياك جونا باهي باهي امورنا ماشي بصحيح توا انا معاك ماشي صحاح سافا ما عملتش هكا ما وانت عاملهم الكل من اللي صغيره واللي صغير به باش كنت تغرمت باش وليت رابور تغرمت بالكلاي كلاي اه وتنحي فك الكلام الاخر بتاع كلاي انتي باز تغرمت بيلي تغرمت بيلي هذوما الزوز تغرمت بيهم اللي انا صغير هذوما اثروا فيك في الراب اه هذوما اثروا في تعرفهم تعرفهم من الكليهم قابلتهم لا ما قابلت كان كلاي كان في الاستديو عندي ليا تو شهر من اللي قابلت كلاي في الاستديو باهي كلاي في الدنيا محليه؟ اي شوي شوي مش برش عليه صعيب؟ صعيب صعيب كيما تقول ممكن انت شفته صعيب انا كلاي نعرفه باهي برشا ولتحومتي وصاحبي وممكن زاده يخدم وقتها متلاش بيك ولا حاجه اتجاهه باش ياخذ صوري ويمشي اصلا مش باش ايه نسيب صوري دلوقتي ما كلاشيتوش كلاي باش تكلاشي؟ لا باش تدخل في الكلاش بتكلاشي ولا مازلت؟ مازلت والله مازلت توا كان يكلاشيك واحد يتفرج فيك غدوه سانفارا يكلاشيك ولا يكلاشيك البلطي ولا ام ان ام يكلاشيك تجاوبهم؟ من غدوه انا كلاشي لا لا عائلتك شجعتك شو لي رابور؟ ما قال لك صايب عليك عايش ولدي وكلام خايب والدنيا كلهم شجعوني حد ما قال لي صايب عليك وكلهم قالوا لي راك باش توصل حتى حد ما جاك في كاريرك قال لك فك عليك حد معلم لا حد حتى حد حتى ياسر ثقه دخلتني بعضي ما شفتش ها حد ما قال لكش فك عليك علاش تعمل في الكليبات شد قرايتك تلهي بقرايتك انا قرايتي ليه بها والله به عندك صاحباتك بنات صديقات معناها اي صديقات اي باس 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 عندك ديفان بنات اي اي عندك واحده تحبها لا عندك واحده تحبك ما نعرفش كيكا ما نعرفش فما برشا يحبوك وما على بالكش كيكا ما نعرفش عربي هو ضرب راسه بميكرو هرب اسمعني شكون لاهي بيك؟ لاهي بيا خويا الكبير هو المناجير بتاعك؟ اي ونقدم ليه تحية بالله فوالا بوك ما قالكش صايب عليك مالا بوك شجع فيك زاد فان يشجع فيا شكون يصرف على الكليبات نتاعك؟ خويا الكبير كليبات برشا فلوس خويا الكبير خوك الكبير يصرف والله اللي هو المانجر بتاعك اللي هو المانجر بتاعي فماش رابرات كلموك باش تخدم معاهم في فيوتورينج؟ لا مازال واليوم لا سيسيور الغنيه هذه باش تضرب حاسسها وانت باش تفرجوا فيك باش يكتشفوك تو طلع قديش متفرج فيها طفله صغيره هذه اللي عديتها تو 23000 واحد 23000 فما بارتير من الليله باش تدخل في ال 100000 والملايين والدنيا تفرجوا فيك شو اللي 23 مليون في الفيسبوك هكا قريب للمليون في نهارين فهمتك وباش تتغرر تعمل كل كرهبه هذيك هكا وتولي تفيش وما تحكيش مع العباد كل رابور لا انا ما نحقرش العباد هذيك اول حاجه الباهي فيك متواضع الباهي فيا متواضع باهي مع شكون انت تحلب باش تعمل فيوتورينج في تورينج عندك اي نحلم باش نعمل معاه في تورينج على خاطر الرابر باهي ويعرف كيف يتكلم معناتها شكون الرابر اللي ما تحبش تعمل معاه في تورينج حتى واحد كلهم تخدم معاه كلهم نخدم معاه فوالا
شكون اللي تحب تكلاشيه متقلق منه؟ حد بور لو مومون حاليا. بور لو مومون حد. اما اللي باش يتحرك معاك؟ اللي باش يكلاشيني نكلاشيه. توا باهي اليوم نحن جينا باش نتعرفوا عليك على موهبتك. ايه. اكيد باش تولي تجينا. هذه احسبها تابعتك عبد اللي شو تايم خاطر باش تولي ستار تولي ما تدعوش عليا من بعد تولي معروف. اي باز ليه؟ ليه نحكي معك سيريو راجل. ايه. شنو ما تقوليش اي احلف والله لك باش تدعوج عليا كي تولي معروف. والله ماني باش نتدعوج عليك كي نولي معروف. وراشد صح. معناها سوا باش نختموا معاك باش نخلي لك كلمة الختام، كلمة تحب تقولها، تحب تشكر، تحب ما نعرفش عليك باش تقول، ما غير ما تبلبزها. اي باهي. ومن بعد نختموا معاك بغنية باش تسمعنا غنية من اختيارك أنت. واضح؟ بيه. كلمة الختام، مع شكون شو تحب تقول قبل ما باهي نشكر انستغرامور كبير اللي هو يصور لي في الكليبات الكل ونشكره برشا برشا. شكون هو هذا؟ شو اسمه؟ ألادان. ألادان كل بتاع المصباح السحري هذاك. اي. باهي. اش باش تسمعنا؟ فريستايل. نازا نازا. تحب نسمعكم نازا هاي؟ تحب تسمعني فريستايل من هنا ساعة قبل ما تسمعني نازا؟ باه. تفضل. باه. كيش لقطو مركح الميكرو في وقته من العشاء شديد تاتا جوك بي دي ماله عادي برشا موزي بين قراي وفني ليه مش كي ناجا في قطيع مش كي ناجا في قطيع حب الجنة وزيدو في ملاح شبيت تترنح كلها تعشق مش لعبة صلح ما فسلك في اللي عايش في بو ما طفى والصيد متك باللي كذبو قرعولي واللي مشي في بيلو ركبتلو عادي علينا غدوة قابلو صدقني تبوس النايدينا غدوة نخدم الماكينة ونحقق للعنبي كان معاد عدينا بي فما عيد رفقنا بي دي فما عيد رفقنا بي جوزيف جوزيف توا شنيا الغنية بسكروا بها نازا حطنا النازا حطنا النازا اوكي شكرا جوزيف خليكم معانا لين يكمل جوزيف وبعد جوزيف فاصل ثم نعود تفضل سي جوزيف كول لك عالبيت نعمل لك في فازا ماركي في نهاري برو بسكيت نطلع للنازا في الجيم بيت وانتي خلص بلاصة من العشرة للدزويت كل واحد وبايا صاني والله استنى عليا مدة سد من وضن شدة لقا والله يحب ورات بلاتة نشوف العم في خطة ما تركزش شبيك ساربي فيك وفي حال ما لايش بيبي شيك راك مرعوب في كلمة ستوري سامبوليك قلتلك والله في كلمة كريزي كونوميك وانتي صعيب تفهمنا ما قبلونيش نجاها ما لبيش نجاها ما تحكيليش نجاها اوكي معليش اي حب نجنى زيد نتملى بيك تترنى كلها تعشو غام قتلي لك كلها تبيت تفلى مش لعبة نصلح ما فسلك لي عايشي بما طفى والصيد مدك اللي كذبو قال علي واللي مشى في بيلو ركبت له عادي علينا غدوة طاو نتقابلو صدقني تبوس النايدينا غدوة خدم الماكينة ونحقق للأحلام بي كلام حد حطينا فيه فما هيد رفقنا بي كيف فما هيد رفقنا بي فما هيد رفقنا بي كيف فما هيد رفقنا بي تطلع نسانتي تهبط صورة اعمل دورة تي 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 تبدا لعبها رجلة بين سكورة اعمل دورة
تحب تحير اسمك دورة فورة اعمل دورة تحب تناقش انت بفكرة عورة اعمل دورة اعمل دورة